السلام عليكم، مرحبا بكم ناس جي اس كات توجور مع اخبار شبيبة قبائل. اجواء رائعة على متن طائرة درك نعطيكم تشوفوها. المهم داروا لانيفرسال تاع راجيت ازواء وعيد ميلاد سعيد ان شاء الله. المهم صلى الله تبقى الامبيونس هذه والديمومة فقط، سلكوا لنا اللاعبين وخليوا الشبيبة في الاستقرار ان شاء الله. لايك على الفيديو، ابوني في القناة وتركوا لنا تعليق، شاهدوا الامبيونس هذه. Let's go.